هاد الشيء اللي وقع البارح، مهزلة التحكيم من جزارة ومهزلة في حد ذاتها، وأن التحكيم فرق 12 البطاقة، إذا بغينا نقولوا 6 صفر و6 حمر اللي ما عمرها كانت في التاريخ لفرقة واحدة، ومن جانب واحد في الخصم كان 2 بطاقات، واللي كان يستحق الورقة الحمراء اللي ضرب الحارس، لأن الحارس دابا عندنا معطوب، الحارس ديالنا هو اللي ادى البطاقة الصفراء. لا يعقل أن الحارس ديالنا ياخذ البطاقة الصفراء واللي ضربه ما يدي والو، هذه كارثة. وزيادة على هذا الشيء في المولودية مستهدفة، وكما قال السي بودريقة في الاستجواب ديالو مع أحد القنوات، وانتم سمعتوا السي بودريقة هو دفع استقالة على أساس أن هناك تلاعبات، وأنه هو بالحرف قالها، وأن هناك مؤامرة. فاحنا كنبدو بهذا هذا الشيء اللي وقع للمولودية البارح، ما ماشي في المستوى ديال التحكيم ولا في كرة القدم المغربية. بطبيعة الحال احنا في هذا الوقت بالضبط راسلنا الجامعة باش غادي نطلبوا يفتحوا التحقيق ويعاودوا النظر في هذه البطاقات اللي توصلت للاعبين.